أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم مع اللاعبة ذات الرونق الجميل داخل الملاعب سيرينا ويليامز. سيرينا ويليامز لاعبة تنس أمريكية تحتل المركز الأول في فترات طويلة جدا، وكانت الأولى عالميا تقريبا على مدار 6 سنوات، وكانت منفصلة في يعني فترة فترة بدأت اللعب في السن تقريبا 5 سنين. سيرينا ويليامز كان هي من مواليد 26 سبتمبر سنة 1981، بدأت اللعبة تقريبا في 95، يعني نقدر نقول ان كان عندها 5 6 سنوات بدأت لعب التنس، وكانت لعيبة ممتازة جدا، وكان لها أخت اسمها فينوس، كان تملي وإن شاء الله نعمل لها فيديو لوحدها مستقل. كسبت 38 بطولة، يبقى سيرينا ويليامز كسبت 38 بطولة من بطولات جراند سلام، اللي هم الجراند سلام الأربعة اللي هم رولان جاروس، ويمبلدون، أستراليا المفتوحة، أمريكا المفتوحة. فكان ليها، وهي لاعبة التنس الوحيدة التي فازت بأكثر من 66 مليون دولار، حققت فعلا سيرينا ويليامز مبلغ ب 66 مليون دولار في عالم التنس، تعتبر فعلا السيدة الوحيدة التي وصلت إلى هذا المبلغ في تلك الأوقات، يعني 66 مليون دولار. تعالوا نشوف بقى في جراند سلام اللي هم في الأربع بطولات اللي إحنا اتكلمنا عنهم، اللي إحنا قلنا لهم رولان جاروس، ويمبلدون، أستراليا المفتوحة، أمريكا المفتوحة. نشوف سيرينا ويليامز حققت قد إيه في جراند سلام. لو تخيلنا إن في جراند سلام نمسك أستراليا المفتوحة مثلا، فازت في 2003، فازت في 2005، فازت في 2007، وفازت في 2009، وفازت في 2010، وفازت في 2015، يبقى ست بطولات بالنسبة لأستراليا المفتوحة، خدت 2003 و2005 و2007 و2009 و2010 و2015. طب تعالوا نشوف رولان جاروس مع اللعيبه الجميله سيرينا ويليامز. سيرينا ويليامز في رولان جاروس فازت ب3 مرات، فازت 2002 وفازت 2013 و2015، طبعا بالنهائي بتاع الجراند سلام. نشوفها في ويمبلدون. ويمبلدون فازت نجمتنا سيرينا ويليامز في 2002 و2003 و2009 و2010 و2012 و2015 و2016، ده بالنسبه لويمبلدون. يبقى فازت في ويمبلدون ب7 بطولات، 2002 و2003 2009 2010 2012 2015 2016. في امريكا المفتوحه فازت برضو لعبتنا اللعبه بتاعتنا سيرينا ويليامز، فازت 99 وفازت 2002 و2008 و2012 و2013 و2014. احنا بنتكلم على جراند سلام كله، ما بنتطرقش للبطولات الاخرى، بيبقى ليها فيديو ان شاء الله البطولات الاخرى. بس بالنسبه للعيبه بتاعتنا سيرينا ويليامز، في بعض العاب زي الماسترز، احنا يعني قلنا بطله الماستر حوالي خدت في 2001 و2009 وخدت في 2012 و2013 و2014. الالعاب الاولمبيه خدت ميداليه ذهبيه 2012. سيرينا ويليامز توجد في المركز الرابع في قائمة اللاعبات الأكثر حصرا، وحصلت مع شقاطها فينوس ويليامز على 13 راند فرانك في جراند سلام، هي وكان بتزامل معاها أختها فينوس دايما في جراند سلام اللي هم الألعاب الأربعة اللي احنا قلناهم البطولات الكبرى الأربعة، وكانت معاها دايما فينوس أختها. فازت سيرينا ويليامز ب4 ميداليات ذهبية، واحدة في فردي السيدات وثلاثة في زوج السيدات مع شقيقتها فينوس زي ما قلنا، لأنها كانت تملي دايما تزامل زميلتها فينوس. شكرا وإلى اللقاء.